خلونا نشوف تفاصيل أكتر مع ضيفي عبر الهاتف خبير العلاقات الدولية العزيز الدكتور أيمن سمير، خبير طبعا العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ محمد وبكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور. يعني تطور جديد بيدخل المعادلة في هذه الحرب، كيف ترى الدلالات السياسية والعسكرية لقرار هكذا شركات ألمانية للصناعات بتزويد أوكرانيا بطائرات استطلاع حديثة بدون طيار؟ أولا هذا مؤشر كبير جدا على أن ألمانيا بدأت تتخلى عن الحذر اللي رافق المواقف الألمانية منذ بداية الحرب في فبراير 2022. دائما ما كان يشار لألمانيا بأنها دولة حذرة، أو حتى كانت تصنف بأنها في خندق الحمائم عندما يجري الحديث عن روسيا، لأنه كما تعلم ألمانيا هي القوة الأوروبية الأقرب إلى روسيا، وكانت دائما تريد أن تترك مساحة من التعاون، مساحة من الرجوع للحل الدبلوماسي. الحرب سوف تنتهي، لا تريد ألمانيا أن تترك مرارة لدى الروس تجاه الشعب الألماني، لذلك هي حاولت أن تصطف مع الغرب. هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في حلف الناتو، أرسلت لأوكرانيا مساعدات كثيرة، لكنها كانت دائما تتصرف بحذر. بداية من العام الحالي عام 2023 ونتيجة لتسليط الإعلام الغربي الضوء على ألمانيا بأنها حذرة ومتراجعة، وأن بوتين كما يقولون في الصحافة الغربية قد يجتاح دول بحر البلطيق وبالتالي يكون على الحدود الألمانية مباشرة، كل هذا ربما دفع ألمانيا إلى التخلي عن الحذر، فبدأت القيام بمجموعة من الخطوات. أول شيء، رغم أنها كانت مترددة في البداية، وافقت على منح أوكرانيا دبابات ليوبارد، ومعروف أن دبابات ليوبارد هي أقوى دبابة في أوروبا، وربما حتى تناهز أو تساوي دبابة إبرامز الأمريكية، ويعول عليها غربيا ويعول عليها أوكرانيا فيما يسمى بالكونتر أتاك أو الهجوم المضاد اللي بتشن أوكرانيا من 4 يونيو الماضي على الجانب الروسي. طبعا هناك تقييمات مختلفة، البعض يقول أن هذه الدبابات أثبتت كفاءة، البعض الآخر بيقول أن روسيا يعني استطاعت أن تبطلها عن طريق يعني الألغام أو حقول الألغام أو غيرها، لكن في النهاية هو كانت خطوة كبيرة جدا أن تقدم ألمانيا دبابات ليوبارد لأوكرانيا. الآن يجري الحديث عن شيء أخطر من كل ذلك، وهو صواريخ توروس. صواريخ توروس هي صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى 500 كيلومتر. لو ألمانيا سلمت هذه الصواريخ لأوكرانيا سوف تكون يعني تخلت تماما عن كل أشكال الحذر، لأن ألمانيا حتى عندما بدأت تقدم أسلحة وذخيرة لأوكرانيا قالت أنها تعطيها هذه الأسلحة من أجل أولا الدفاع عن النفس وتحرير ما تراه أراضي أوكرانية وهي في المناطق الخمسة. لكن دكتور يعني 500 كيلومتر إذا تسلمت لأوكرانيا أعتقد لديها القدرة إذا للوصول للعمق الروسي. هذه النقطة التي أتحدث عنها، ده معناها خطورة جديدة، أنه بدل من كل الأسلحة التي كانت في السابق الهدف منها هو تحرير الأراضي الأوكرانية أو المناطق الخمسة، لوغانسك ودونياستك وخيرسون وزاباروجيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، إقليم الدنباس سوف تصل إلى أبعد من ذلك وسوف تصل إلى الأراضي الروسية. الآن يجري حديث في لجنة الصناعات العسكرية في البرلمان الألماني بهدف برمجة هذه الصواريخ حتى لا تذهب بعيدا، يقولوا ممكن برمجتها مثلا أنها تسير 100 كيلو أو 150 كيلو، لكن في النهاية تعبير جديد أيضا عن أن ألمانيا بدأت تتخلى عن الحذر بشكل كامل وتلقي بكل ثقلها على دعم أوكرانيا. ده راجع لأسباب كتيرة، منها أسباب شخصية تتعلق حتى بالحزب الحاكم والمستشار أولاف شولتز. الاستطلاع اللي جرى اليوم في 21% من الشعب الألماني فقط هو من يرى المستشار شولتز مستشار قوي ويستطيع أن يقود ألمانيا وسط حالة عدم اليقين السياسي والأمني والعسكري اللي بتمر بها أوروبا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وفي 73% شايفينه أنه قائد ضعيف. علشان كده الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو الحزب الكبير في الائتلاف الحاكم بيريد اتخاذ مجموعة من المواقف على سبيل تسليم صواريخ توروس، يعني ما يسمى دكتور بالهروب للأمام. الهروب للأمام حتى يؤكد للمواطنين أنه قيادة قوية وقيادة فاعلة وتستطيع أن تقوم بخطوات ربما غير مسبوقة. لكن في تقديري هذه الخطوات حتى لو تم القيام بها
ربما تجد معارضة من نوع مختلف، لأن الحزب الاتحاد الديمقراطي الألماني اللي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بيعارض هذه الخطوات بشكل كبير جدا، ويقول الحرب سوف تنتهي، علينا أن نترك مساحة مشتركة لنا وروسيا. الجغرافيا أو ما يسمى بديكتاتورية الجغرافيا يعني ألمانيا هي جار لروسيا. يعني ذهبت بنا دكتور أيمن لنقطة مهمة جدا، هذه الصورة السياسية الداخلية اللي حضرتك شرحتها في داخل ألمانيا مع هذا الوضع اللي ألمانيا فيه شوية يعني تقدم قدم وتؤخر أخرى، ما بالك لو راحت ألمانيا بهذه الأسلحة للجانب الأوكراني والدفاعات الجوية الروسية تصدت أو الآلة العسكرية الروسية أثبتت ضعف هذه الآلة العسكرية الألمانية، هيكون إيه الموقف في الداخل الألماني؟ رد الفعل الروسي؟ أولا هو بتحرق الجسور أو جسور العودة ما بين البلدين وما بين الشعبين. وأنا في تقديري كان جزء رئيسي من هذه الحرب هو منع أن تكون روسيا وألمانيا في ذات الخندق أو يعملان بجنب بعضهم البعض، لأنه قبل هذه الحرب كانت التجارة بين ألمانيا وروسيا وصلت مستويات قياسية. كان خط الغاز الأول نورد ستريم 1 كان شغال على أقصى طاقته 55 مليار متر مكعب من الغاز، وكان خط الثاني نورد ستريم 2 ب 55 مليار متر مكعب أيضا، بالإضافة لخط يامال. والازدهار الألماني الرخاء الألماني كان يعتمد على أسعار الغاز الروسي الرخيص القادم في أنابيب الغاز. الآن ألمانيا كل هذه الجسور أو كل هذه المساحات المشتركة مع روسيا انتهت. في تقديري إرسال صواريخ بعيدة المدى أو إرسال مثل هذه الطائرات المتقدمة للغاية التي تستطيع جمع معلومات ربما حتى من الغرف الضيقة وفي المساحات الضيقة، كل هذا ربما يبعد ألمانيا تماما وينقلها من معسكر الحمائم الذي كانت دائما فيه المعسكر الصقور في أوروبا مثل بولندا مثل المملكة المتحدة. الأيام المقبلة يا دكتور هتجيب على كثير من هذه التساؤلات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، كنت معي هاتفيا من القاهرة.